هشام ديسنت، ذوق محترم، مؤدب. مثلا لو احنا في اللوكيشن بنصور يقوم يقف لو مفيش كرسي ليك، لو حد كبير او ست او كده. اه هو ابن ناس قوي قوي لا قوي لا قوي. لا لا، راقي راقي راقي. لذلك انا حتى في اول تصريح من ياسمين عبد العزيز بعد ضربها في عزاء هشام سنين من ابن نور. زوج ياسمين عبد العزيز يوضح حقيقة ضربها في عزاء هشام سليم، هل تم أم لا؟ السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. زوج ياسمين عبد العزيز يوضح حقيقة ضربها في عزاء هشام سليم، هل تم أم لا؟ أحدثت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جدلا كبيرا، وذلك بعد أن قامت بنشر صورة عبر حساب رسمي على تطبيق تبادل الصور انستغرام بعد ساعة قليلة من وفاة الفنان هشام سليم. كتبت فيها: افعل ما شئت فإنك على موعد مع الله بمفردك. ويشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت قد نالت حظا كبيرا من شائعات الانفصال عن زوجها أحمد العوضي، ولكن لم يخرج أي من الطرفين للتوضيح. يشار إلى أن الفنانة وزوجها أحمد العوضي كشفوا عن اجتماعهم في الموسم الرمضاني المقبل مرة أخرى في مسلسل جديد، حيث لم يستقر صنع المسلسل على اسمه بعده، وتأتي مشاركة النجمين في عمل جديد يجمعهما مجددا عقب نجاحهما في مسلسل نموذج كبير الذي تم عرضه في رمضان 2021 ولقى نجاحا كبيرا. وفاجأت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها بنشر رسالة غامضة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام بعد ساعة قليلة من وفاة الفنان هشام سليم، حملت حكمة وجهتها إليهم، حيث كتبت في رسالتها: افعل ما شئت فإنك على موعد مع الله بمفردك. شيخ الأزهر يكشف كيف سيتم توزيع ورثه هشام سليم بسبب وجود ولد متحول جنسيا. كان سائق التاكسي واثقا تماما كمعظم أقرانه من الحكاية التي يرويها، وكانه كان حاضرا في أثنائها. في الحكاية كان صالح سليم لاعب كرة القدم والقائد ثم رئيس التاريخي للنادي الأهلي جالسا وحده في مكتب المهيب في القلعة الحمراء الكان في منطقة الجزيرة، قبل أن يستقبل اللاعب حسام حسن قائد هجوم النادي والهداف التاريخي لكرة القدم المصرية وعميد لاعبي العالم لفترة ليست بالهينة. وكانت فترة توتر غير معهودة بين النجم القديم الملقب بالمايسترو صالح سليم والنجم الحالي آنذاك نهاية القرن الماضي والذي لم يعد شابا لكن يتمسك بمطالبه المادية. في حكاية سائق التاكسي لم يسمح سليم الأب ثم الجد فيما بعد لنجم هجوم بمجرد الجلوس في حضرته احتجاجا منه واحتقارا ربما على وضع الهداف نفسه في موقع الند للنادي الأعرق في المنطقة. هكذا مضت المفاوضات في الحكاية، صالح جالسا وحسام واقفا، وكلما ذهب ليرتاح على أحد المقاعد ما سمحت لكش تقعد. لم تغير الأدوار الجديدة ولا المشكلات العالية من انطباع الجمهور عن الولد هشام الذي احتفظ بالعينين الحزينتين والصوت الخفيض ذاته. يسرى تنصح نور هشام سليم لازم نجوزك قريب، مش هينفع تفضل من غير جواز. قالت الإعلامية منى الشاذلي إن الفنان الراحل هشام سليم ابن أصول وفنان كبير وراقي، فالراحل عانى في صمت ورحل في سلامة. وأضافت خلال تقديمها برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي أن هشام سليم تحمل الكثير في فترة مرضه، وأن جميع أعماله الفنية كانت مميزة للغاية وسيظل الجميع يتذكرها بالخير. وتحدثت منى الشاذلي عن سر بينها وبين هشام سليم كان من عام ونصف قائلة: كنت في جنازة واتصلت بهشام من أجل السلام عليه وأسأله عن سبب غيابه، فأخبرني أنه مصاب بالسرطان ويحصل على كيماوية، وطلبني بحفظ السر وعدم الإفصاح به لأي حد. ولفتت منى إلى أنها ظلت كل فترة تتحدث معه، ولكن قبل الوفاة اتصل بها وأكد لها أنه في المرحلة الأخيرة وتحتاج إلى مزيد من الدراسات والأبحاث التي يشترك فيها جميع المتخصصين سواء من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، ولا يكتفي عند الحكم فيها بالميول العاطفية والعقلية فقط. وتابع شاهين أن بعض الناس يستطيعون أن يغيروا في طبيعتهم الشكلية وميولهم الجنسي عن طريق حقن الجسم ببعض المواد والهرمونات، وبعض من يتحولون جنسيا في أوروبا إنما يفعلون ذلك بحثا عن الشهرة أو المال أو تحت تأثير هوس التغيير والتمرد، والبعض الآخر سواء في أوروبا أو في بلادنا إنما يفعلون. وأوضح شاهين أن ذلك اضطرابات جنسية وهروبا من معاناة ناتجة عن هذا الاضطراب، من حيث أنهم يجدون أنفسهم يعيشون بعواطف نوع في قلب نوع آخر، بمعنى أنهم يجدون أنفسهم من داخلهم شيئا ومن خارجهم شيئا آخر، وهذا أمر لو تعلمون في غاية الصعوبة.
ويحتاج إلى حلول طبية وشرعية. وطالب شاهين من الجهات المسؤولة بمزيد من الأبحاث والدراسات الطبية والشرعية للفصل في مسألة ميراث المتحولين جنسيا، وخاصة إذا حدثت عملية التحول الجنسي بموافقة الأطباء المتخصصين بناء على التقارير الطبية قبل وفاة الموروث. واختتم شاهين أنه أدت إلى ترجيح جانب الذكورة أو ترجيح جانب الأنوثة، فإذا توفي المورث بعد العملية فسيوزع الميراث وفقا للوضع الجديد الذي أبرزته العملية الجراحية بناء على موافقة الأطباء. أول بيان عاجل من ياسمين عبد العزيز بعد ضربها من نور هشام سنين في عزاء والده. حلت الفنانة وفاء مكي ضيفة على الإعلامية ياسمين عبد العزيز في برنامج كلام الناس والمذاع عبر قناة ام بي سي مصر، ودخلت الفنانة وفاء مكي في موجة بكاء شديدة على الهواء بسبب الراحل الفنان هشام سنين قائلة: بهدلوا في آخر أيامه وأهروا على بناته. وأضافت: أنا وهشام سنين عدنا فترة طويلة وسافرنا مع بعض وعشنا مع بعض ما بين القاهرة واسكندرية والأردن، وكانت أخلاقه جميلة وشخص جميل وكويس من جواه في حاله، وزعلان عشان البهدل اللي حصلت في الآخر واسترسلت اللي حصل عشان يعملوا معاه كده ويتكلموا عن ابنه. ده كان إنسان جدع وخير بيعمل حاجات حلوة محدش كان حاسس. أول رد فعل من عائلة هشام سنين على دعوة تقسيم الميراث على بناته وابنه. ارتبط اسم هشام سنين بأذهان جمهور النادي الأهلي نظرا لكونه نجل أحد أساطير القلعة الحمراء المايسترو صالح سليمة الذي بات رمزا وقدوة لمحبي وعشاق النادي. وعلى الرغم من أن هشام سنين من عائلة أهلوية بالوراثة، إلا أنه كان صاحب رأي مختلف كثيرا عن والده، حيث لم يسر على نهج صالح سليم في كل شيء، وورث عنه بعض الأشياء حبا ورفضا يلتزم بالأخرى. واستطاع هشام سليم أن يرث من والده المايسترو صالح سليم نبرة الصوت والكاريزما والثقة بالنفس والمسيرة الناجحة في مجاله. وحتى في المرض أصيب بمرض السرطان مثل أبيه، إلا أنه كان يرفض المقارنة بينه وبين المايسترو قائلا: ما فيش مقارنة، صالح سليم نموذج لن يتكرر. هل تم طرد ياسمين عبد العزيز من عزاء هشام سليم بسبب نور هشام سليم؟ غيب الموت الفنان هشام سليم اليوم الخميس بعد تعرضه لمضاعفات خطيرة نتيجة إصابته بسرطان الرئة. وهشام محمد صالح سليم المولود في 24 من يناير عام 1958 كان مصابا بسرطان الرئة، وهو ثاني أكثر أنواع شيوعا في العالم، إذ أزهق أرواح أكثر من مليون شخص في العام 2020. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: كيف سيتم معاملة نور هشام سنين في الميراث؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.